انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى محافظات بني سويف والدقهلية ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، انطلقت اليوم الأحد 17/7/2022 سيارات لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات بني سويف والدقهلية ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ بواقع 3 أطنان لحوم بلدية لكل من محافظتي بني سويف والدقهلية، وطنين لحوم بلدية لكل من محافظات دمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.